اسامه مبروك، فوز مستحق، بس يمكن نقدر نقول ان الاهلي لعب على قد المباراه الشوط الثاني. اولا مبروك طبعا، الحمد لله، وكلنا يمكن اتفقنا ان شاء الله النهارده هنكسب، وقلنا هنكسب سكور، وكنا متوقعين الاهداف هتبقى اكتر من كده، وقلنا لو جبنا جون في اول دقيقه هيسهل لنا كتير، ولكن احنا ممكن تكون قلق، ممكن يكون خوف، طولنا بعد الجون الاولاني، جبنا الجون الثاني في الدقيقه 40 ثم الجون الثالث في الدقيقه 92، لكن مستوى الفرقتين اهلي وقطن ومستوى النتائج ومستوى الخبرات ومستوى اللعيبه الدوليين واضح جدا ان شاء الله، طبعا كل حاجه باذن الله، ان الاهلي هيكسب القطن الكاميروني. احنا كنا مستنيين بس هنكسب كام، وكلنا يمكن قبل الاستوديو وقلناها على الهوا برضو، لكن قبل الهوا كلنا بنقول النهارده النتيجه مش اقل من 3-4، يعني احساس داخلي ان النتيجه للفروق الفوارق الكتير اللي بين الفرقتين. احلى حاجه النهارده في المباراه الثلاث اهداف النهارده ملعوبين حلو جدا، يعني لما يجوا هنتكلم عليهم. احلى ما في المباراه ثلاث اهداف جمال جدا. ايوه، وسيناريو الهدف الاخير هو ده اللي كان مفروض يمشي عليه وتيره الماتش الشوط الثاني، من ساعه ما جبنا الجون الاولاني، اللي هو السهوله جدا بين القدوسي وعلي معلول، رؤيه لتحت لرأفت خليل ببطن رجله، ولكن يعني ممكن يكون التوتر من النتائج السابقه اللي هي الهزيمه بتاعه الهلال والتعادل في صن داونز كان مخلي اللعيبه متوتره شويه، رغم ان احنا الهدف الثاني قتلنا المباراه تماما، يعني احنا عارفين حتى وهي 1-0 ان شاء الله ان الاهلي هيكسب، بس الجون الثاني في الدقيقه 40 وطالعين 2-0 كلنا متاكدين خلاص ان النادي الاهلي كسب المباراه، هو كان الخوف لو النتيجه طولت وهي 1-0، لان ممكن جدا ولو فرق كمان اضعف من القطن وصلت مثلا للدقيقه 90 والنتيجه 1-0 ممكن اي لطشه تيجي جون يعني، وفي واحده فعلا الولد نمره 7 خدها على صدره وكان شاط، هو الراجل حسبها اوف سايد بس هي ما كانتش اوف سايد، او حسبها ضربه مرمى تقريبا، كان ممكن، بس النتيجه 2-0 الشوط الاولاني نهت انت عايز تقول تطلع؟ لا 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 لا، نهت اعتقد جت في ايده وحسبها هاندبول. النتيجه الشوط الاولاني 2-0 نهت. هي الفكره الشوط الثاني احنا كنا بنقول يحصل تغييرات. انت كنت متوقع الشوط الثاني ما يحصلش؟ ما انا بقول لك، هقول لك ماشي اتفضل. احنا كنا متوقعين الشوط الثاني، احنا خلاص 2-0، الهدوء جه، انك انت كسبت المباراه وفي تغييرات، في هدوء وتغييرات هتحصل، بس الهدوء نزل اللي هي الدرجه اللي هي مش مخلياك تلعب حتى خطر على الجون، حتى لو باستحواذ، زي انا بقول لك زي الهدف الاخير بالظبط، هدوء في النقل جدا وبكل بساطه، هم وقفاتهم غلط، كره من القندوسي حلوه قوي لعلي المعلول برؤيه جامده لتحت وجابها جون. فالماتش الشوط الثاني ما مشيش كده خالص، يعني مشي كده في هقول لك ايه، يعني فترات متباعده كام كوره بس، لكن كان المفروض نسيطر ونستحوذ على الشوط الثاني احسن من كده، ولكن خلاص انت في النهايه كسبت، وكسبت 3 والنتيجه اللي انت كنت عايزها. انا متفق تماما مع الكلام اللي الكباتن قالوه، علاء وضح جدا موضوع علي معلول، انه يعني كنا بنستنى او قلنا اول تغيير هيبقى علي معلول، مش عشان حاجه، علي معلول افضل واحد في اللقاء، وحتى وهو هو علي بقى معلول حتى وهو بيلعب برتم قليل بس بيلعب صح قوي، يعني عارف الباصه رايحه فين، عارف التحرك بتاعه فين، ولذلك هتلاقيه مشترك تقريبا في كل الاهداف بكل بساطه، لانه عنده خبرة اللعب، عنده الهدوء، عنده الرؤية. فكنا متوقعين علي معلول زي ما علاء قال وشرحها، انه علي معلول مثلا هيخرج، لعب لغاية الدقيقة 90، رغم انه من اكتر الناس احنا بنقول ايه، حد يلعب مكانه شوية عشان يريحه، الا لو التفكير ان ممكن علي معلول ما يلعبش ماتش المقاولين، لان انت هل في حد فينا عنده شك ان ماتش سان داونز علي معلول لازم هيبقى موجود؟
اكيد يعني الطبيعي في التفكير ان ماتش سان داونز عليه معلول هيبقى موجود. وانت عندك شك ان ماتش المقاولين سهل؟ لا انا صعب. مش بتكلم على السهوله. لا انا مش بتكلم على السهوله، انا بتكلم لو احنا حسبناها بيننا وبين نفسنا، انت الدوري العام انت فرق 5 بونت ولسه عندك ماتشين، ومن الشكل العام بالثلاث الفرق اللي بينافسوك. بتتكلم على مين؟ على المنافس اللي تحتيك؟ 2 بونت. 2 بونت بس انت ليك 3 مباريات مؤجله. طيب ايمن انت ليك 3 مباريات مؤجله. وبعدين معلش مع احترامنا لكل الفرق اللي موجوده، انا بالشكل العام اللي شايف فيه اداء المنافسين ليك، انا بقول لك هيخسروا بنط تاني. انا والايام بينا هيخسروا بنط تاني. وانا ما اخسرش. ماشي يا سيدي. انا يا عم انا كمان ما اخسرش يا ايمن. بس ماشي ايمن، انا بتكلمك دلوقتي في مهم وفي اهم. في مهم وفي اهم. ما هو لو في لحظه، لو في مهم وفي اهم، يبقى انت بتتكلم على ان تفكير الراجل الغالب، تفكير مستر كولر الغالب عليه دلوقتي ماتش سان داونز. مش ماتش المقاولين. لا هيبقى مهم في ماتش المقاولين، بس انا بقول لك تفكيره في ماتش سان داونز اكتر. والطبيعي والمنطقي انا من وجهه نظري في المرحلة دي، انا بتكلم في المرحلة دي، وانت فارق 2 بونت وعندك 3 ماتشات مؤجلة، ولسه المنافسين بتوعك التلاتة اتعادلوا في الماتشات اللي فاتت. سواء فيوتشر، سواء الزمالك وبيراميدز، ولسه هيحصل تعادلات. انا بقول لك اهو والايام بينا. فانا اقصد مش ان مباراة المقاولين سهلة. انا ما بقولش مباراة المقاولين سهلة، مباراة المقاولين صعبة جدا. ولكن انا دلوقتي انا بتكلم في المرحله دي. انت دلوقتي عندك المقاولين يوم الثلاث، والسبت سان داونز، والنهارده السبت لاعب القطن. انت كلنا كنا بنقول ايه؟ نتمنى ان ماتش المقاولين يتاجل. ايوه. طب هيتلعب. انا بقول لك عشان كده، هل الراجل في تفكيره ان خلى علي معلول يلعب ال 90 دقيقه، ان علي معلول بره حساباته خالص في ماتش المقاولين؟ لان انت لو انا جيت سالتني انت دلوقتي، لو انا اسامه اهو جيت سالتني قلت لي علي معلول بالنسبه لي يلعب ماتش المقاولين اهم ولا يلعب ماتش سان داونز؟ سان داونز طبعا دلوقتي في المرحله دي. بس ماتش المقاولين ده ماتش الدوري. ما كانش الدوري. معلش يا كابتن شريف، ما هو ماشي لو أنا كسبت. عارف لو انت فرقت 5 نقاط ولسه لك ماتشين. ماشي الماتش الجاي باذن الله. انا مش بقول انه تعب باذن الله. على كلامك انت اللي انت بتشرحه ان التانيين هيتعادلوا وهيتعثروا، اذا الماتش ده 5 في 3-8 يوم ما يتعادلوا، اذا ده دوري. ماشي. دوري انت محتاجه. ماشي. البطوله. ماشي. دي اكتر بطوله انا محتاجها السنه. ماشي. لا انا شايف ان كله انت محتاجه. بس انا بتكلم. اللي اقرب لك ايه اللي في ايدك دلوقتي؟ انا الاثنين اقرب لك عادي. لا. جدا النادي الاهلي لسه في موقف كويس في. لا بالعكس، انت جددت املك في المنافسه ان شاء الله. كابتن شريف بتكلم على مبدا التعامل في ماتش المقاولين. ماشي. انا مش التعامل في ماتش المقاولين. لا انا مش بقول اكنه فاينل. لا انا مش بالنسبه لي. لا انا بالنسبه لي دلوقتي مركز بعد في لعيبه لعبت ازمنه كتيره قوي. لو لعبت الثلاث كمان وهتلعب بعديها السبت سان داونز ولعب النهارده 90 دقيقه، الماتش هيبقى صعب عليه جدا. دي مش بتاعتنا احنا. دي مين؟ لا انا بقول لك وجهه نظري. انا مش بقول بتاعتنا ومش بتاعتنا. انا بتكلم انت دلوقتي عندي، انا مفهومي انا عندي المقاولين وعندي سان داونز. في ظروفنا احنا اللي احنا سابقين فيها كده في الدوري، وعندنا ماتشات مؤجله ولسه فيه في المرحله دي، في وضع الخطوره دلوقتي، ماتش سان داونز اهم ولا المقاولين؟ انا شايف ماتش سان داونز اهم. لكن مش معنى كده ان انا بقول ان ماتش المقاولين هنلعبه باستهتار، او ان مش اللعيبه مش هتركز ان عايزه تكسبه، او مهم. انا عشان كده بقول ايه، هل هو في تفكير الراجل انه لما لاعب علي معلول 90 دقيقه ان هو هيريحه ماتش المقاولين عشان ماتش سان داونز، ولا هيلعب برضه ماتش المقاولين وهيلعب ماتش سان داونز؟ هيبقى 3 ماتشات في اسبوع. هو ده اللي انا بقوله. لكن عامه سواء يعني اللعيبه تغييرات مين اللي نزل ومين اللي طلع، كان النهارده اي تغييرات وارد انها تحصل. صح. يعني كان ممكن جدا انا شايف واحد زي رامي ربيعه جه فتره لما كانت البطوله اللي هي لما احتجته اسمها بطوله اللي هي كانت من غير لما لعبنا بالناشئين كاس الرابطه كاس الرابطه ولما كملنا الدوري لما لعب رامي كتير رامي ياسر مع بعض ادوا كان وصل لمرحله حلوه جدا، وكان كان بيأدي بشكل كويس. مش معنى ان رامي غلط الماتش اللي فات في كوره زي دي،
كان ممكن جدا انا في الظروف دي والماتش كده ممكن اريح محمد هاني ولاعبه، مش مجرد انه انا عارف ان هاني ان رامي في السرد باك احسن من الباك، بس يعني بس يستعيد يديله، ممكن يلعب في سرد باك مكان عبد المنعم زي ما واحد زي قفشة راجل بيعرف يسيطر على الكوره وبيستحوذ وبيلعب، كان ممكن ينزل في وقت معين والنادي الاهلي لسه مش مستحوذ ببساطه يلعب ينقل كوره، كان ممكن ياخد. فانا بقصد انه التغييرات اللي نزلوا سواء هم صغيرين وواعدين زي رأفت واشرف وكوكا والراجل عايز يديهم ماشي، وايضا لو كان غير اي حد في ظروف الفرقه دي واحنا كسبناهم الشوط الاولاني 2-0 والحاله اللي فيها الاهلي يعني الشكل العام الاهلي كسبان المباراه. أيوة. فالتغييرات مش معلقين فيها كتير الا غير هي بتاعت علي معلول من وجهه نظرنا انه كان يريح، الا بقى لو هو هيرتاح في ماتش المقاولين العرب. بصفه عامه الثلاث اهداف انا شايف هم اجمل في المباراه، وحصولنا على الثلاث نقط. في لعيبه ادت بشكل كويس، في لعيبه اقل، ولكن الفترة الجاية فترة صعبة، ماتشين مهمين المقاولين وصن داونز، وتاني أنا بقول صن داونز بالنسبة لنا في المرحلة دي أهم من ماتش المقاولين العرب. صحيح.